التعيينات جيدة، لكن أدنى بعض المظلومين، وخلينا نقول كثرة المظلومين مو بعض هنا. عندي مثلا الأطباء المفصولين، الأطباء المفصولين اللي هم جاي يصيرون أزمة، إنه هذول الأطباء معدلات قوية، درجات قوية، وبعدين هم تعييناتهم 7 سنين و6 سنين، لكن بسبب ظروف داعش ما قدروا يوصلون إلى محافظة نينوى أو ديالة. والآن إنه نشوف الداخلية رجعت مفصوليها، وزارة الدفاع رجعت مفصوليها، لكن للأسف وزارة الصحة للآن ما طالبت بالأطباء المفصولين. حاليا أخذنا يعني كلام من وزير الصحة أنه هو راح يطلب 1100 مفصول، لكن العدد أكثر من هيك. إضافة إلى عدنا اللي تكلمنا به سابقا، أنه هم عدنا درجات الدكتوراه اللي خريجين هاي السنة للأسف انفتح لهم كود ماجستير. هذا طالب كمل دكتوراه تجي تفتح له كود ماجستير، هنا ما راح يقبلون حتى يقدمون. وأقلها أنت فتحت لكود ماجستير وديه على وزارة التعليم العالي، لكن مو أنت تفتح لكود ماجستير بوزارة الثقافة، يعني هو أصلاً مختصاصة. فهنا هو يشوف أنه إحنا لازم ترجع الخدمة الاتحادية تكون المسؤولة المباشرة عن التعليم.